السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. إن شاء الله هذه المحطة الطرقية ديال الرباط، المحطة الجديدة، وإن شاء الله عندنا واحد الرحلة ماشي طويلة، ولكن حاولت نستغل الفرصة إن شاء الله باش ندير لكم هذا الفيديو، تشوفوا هذه المعلمة وهذه المنشأة الجديدة التي تزخر بها مدينة الرباط. صراحة شيء يستحق الشكر والتقدير، والمغاربة يستحقون، الشعب المغربي يستحقون هذا النوع من المنشآت. المهم نخليكم نديروا واحد زيارة خفيفة في بضع دقائق، على أساس أنكم نوريكم المرافق ديال هذه المؤسسة، والناس اللي كانوا كيسافروا من المحطة ديال القامرة غادي يلاحظوا واحد الفرق كبير جدا بين المحطة القديمة والمحطة الجديدة. وهذا الشيء يستحقه المغاربة، كما قلت الشعب المغربي يستحق أكثر من هذا. إوا فرجة ممتعة، وتبارك الله عليكم. انتما كتلاحظوا على ان كتشوفوا الرصيف الاسكالي رولون، الرصيف راه ديال نظيف، مستوى النظافه كبير، الاستعمال الوسائل الحديثه، يعني الدخول او الولوج للارصفه تكون بطريقه اوتوماتيكيه، يعني ما بقاش ديك الفوضى ديال داك الاسلوب القديم. ها انت هما كاينين كيفاش فين كتفاليدي التيكيت ديالك باش كتدخل للرصيف، وهذا شيء صراحه شيء جميل. اللوحات اللي كتحدد الرحلات والتوقيت ديالها، توقيت الانطلاق، مره اخرى الارصفه. هنا مشهد جميل، وهو حضور كما كنقول حضور الصناعه التقليديه المغربيه. هذا السقف، انتم كتشوفوا النقش على الخشب اللي هو صناعه مغربيه وتراث مغربي صرف، كاين حتى في المحطه يعني، وهذا شيء جميل اننا نحافظوا حتى على الصناعه التقليديه المغربيه ونعرفوا بها. اشياء جميله، النظافه على مستوى عالي، وحتى الحضور ديال الامن، الناس ديال القوات المساعده او الناس ديال الامن الوطني. المهم شيء جميل، شيء يستحق الاحترام ويستحق التقدير. مرة أخرى هو الإسكالي رولون، يعني الدرج الآلي، الناس اللي عندهم مشاكل تيستعملوه، وكاين الدرج العادي. هنا هاد الطبقة، هاد ليطاج هو اللي فيه المقاهي وفيه المحلات التجارية، ويكون هو آخر ما يمكن نشوفه، لأن الكار غادي يخرج دابا، ما عنديش وقت بزاف باش المهم. ها هو المقهى، وهذوك راه كاينين المحلات التجارية التي ستستعمل. تبارك الله عليكم، أنتم الجمال يعني شي رائع، من غير أن مؤسسة، حتى الطريقة الديزاين يعني الأرشيتكتور رائعة جدا.